السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. 221 مختطفا وأسيرا يتنفسون الحرية وسط استقبال رسمي وشعبي في سيئون. تواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيد. ميليشيا الحوثي ترتكب 132 خرقا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الساعات الماضية. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت اليوم الخميس المرحلة الأولى لتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثية الانقلابية، وستشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو 1080 أسيرا تتم على دفعتين اليوم وغدا، حيث وصلت إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت اليوم الخميس الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى والتي جرت بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي هادي هيج لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم اليوم الإفراج عن 221 مختطفا وأسيرا من أبطال الجيش الوطني في معتقلات الميليشيا الحوثية، من بينهم 19 من أسرى التحالف العربي، منهم 15 سعوديا وأربعة سودانيين، مقابل 221 من أسرى الحوثيين. هذا ووجه رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الحكومة وكافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقيام بمسؤولياتهم تجاه المحررين من معتقلات وسجون ميليشيا الحوثي الانقلابية. وصل اليوم الخميس إلى مطار سيئون 221 مختطفا وأسيرا ضمن الدفعة الأولى للاتفاق الجزئي لتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الانقلاب. وقد وصلت إلى مطار سيئون رحلتان جويتان أقلت الأسرى المحررين، من بينهم 5 صحفيين وعدد من المختطفين. لحظة اللقاء صعبة، وخاصة بعد عملية تغييب لسنوات داخل سجون ماليزيا لا تعرف التعامل مع سجانها غير القساوة والضرب والإهانة. الحمد لله عز وجل على هذه المناسبة السعيدة التي أسعدت قلبي وأسعدت قلب والدي وأولادي وأسعدت كل حر. أبي الحبيب لقد خرجت، ابني الصغير علي الذي لم يعرف صورتي ولم يسمح لي حتى أن أراه طوال هذه 5 سنوات. أنا أبوك يا بني. إطلاق مجموعة من الأسرى والمختطفين الذين بلغ عددهم 1081 أسيرا، 600 من ميليشيا الحوثي و400 من الحكومة الشرعية، ومن بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في عملية تبادل بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي ضمن جهود بذلت من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث جاءت هذه الخطوة لتقارب وجهات النظر بين الطرفين. احنا اليوم متواجدين في مطار سيئون في اطار تيسير وتسهيل عمليه الافراج ونقل المحتجزين اللي تم اتفاق على الافراج عنهم في اتفاقيه مونترو في سويسرا في 27 من شهر سبتمبر. الله اكبر ولله الحمد. هناك جهود بذلت من مؤسسه الاسرى والمحتجزين
في الوصول إلى هذا اليوم الاستثنائي والذي مر بعدة خطوات بعد أن فشلت كل المحاولات في ظل مماطلة الميليشيا وتمردها على الاتفاقيات. لقينا أربع لقاءات ووقعنا اتفاق، ثم كان الخلاف على بعض التفاصيل، دخلت الأمم المتحدة في ظل هذا الوضع، ثم انتقلنا إلى استوكهولم وقعنا الكل مقابل الكل. عندما جينا للتنفيذ وجدنا عقبات كبيرة لتنفيذ الكل مقابل الكل، فاقترحت الأمم المتحدة أننا نعمل خطوة خطوة للوصول إلى الكل مقابل الكل. كان هذه ما نحن بصددها، خطوة من الخطوات. استقبل الأسرى والمحتجزين استقبال الأبطال من الحكومة اليمنية، حيث كان على رأس هؤلاء المستقبلين نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ووكلاء المحافظات، حيث أعدت السلطة المحلية بوادي حضرموت حفل استقبال يليق بتلك الكوكبة النيرة. فهم برمادي، قناة سهيل، سيئون. هذا وطالب أهالي المختطفين والأسرى باستكمال الإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثية الانقلابية وفق اتفاق السويد، معبرين عن سعادتهم بخروج المئات ممن شملهم الاتفاق في مرحلته الأولى. في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم البهيج، هي يعيش الشعب اليمني أفراحه، أفراح الذكرى 14 أكتوبر، وأيضا فرحة تحرير أسرارنا ومختطفينا من أيدي الميليشيات الإنقلابية الحوثية السلالية. حقيقة لا نستطيع إلا أن نشكر الله أولا، ثم نشكر من كان سببا في إنجاح هذه الصفقة. إحنا في يومنا هذا اليوم المبارك 15 أكتوبر نحتفل مع يمننا الحبيب بيوم التحرر ويوم الحرية ويوم مبارك مثل هذا اليوم، في خروج أبنائنا والاتفاق أو تحقيق جزء من اتفاق السويد، باعتبار أنه نحن ننتظر في رابطة أمهات المختطفين والأمهات، ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، لنا سنتين منتظرات هذا الاتفاق أن يتحقق، ولو أنه تحقق جزئي، لكن خيرا من أن لا يكون هناك شيء مثل من هذا القبيل. أكد نائب رئيس الجمهورية أن اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية لملف المختطفين والمخفيين والأسرى لدى ميليشيا الحوثية الانقلابية كان له الدور الأبرز في الوصول إلى هذا الاتفاق، وقال إن صمود الأبطال في الجبهات سيحرر كل المختطفين والأسرى والمعتقلين، وسيحرر اليمن وكامل ترابه الطاهر من رقبة ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأعرب نائب الرئيس عن ترحيبه بالأبطال المحررين الذين قضوا سنوات من أعمارهم في أقبية وسجون ميليشيا الحوثية الكهنوتية، وهنأهم وأسرهم وكل أبناء الشعب اليمني بمناسبة الحرية والاستقرار في مناطق الشرعية. وهنأ نائب الرئيس الأبطال من قوات التحالف الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل ووصلوا سالمين آمنين إلى المملكة بعد خوضهم معركة عروبية صادقة لن ينساها التاريخ ولن ينساها اليمنيون. وثمن نائب الرئيس الجهود الأممية التي بذلها مارتن جريفيث وتسهيلات وتعاون الصليب الأحمر وجهود رئيس الوفد الحكومي المفاوض وأعضاء الوفد. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل عبد الحفيظ الحطامي موفد قناة سهيل إلى سيئون. عبد الحفيظ مرحبا بك. مرحبا أخي علي. عبد الحفيظ، ضعنا في تفاصيل اليوم الأول من عملية تبادل الأسرى والمختطفين التي تمت اليوم. نعم أخي علي، كان يوما مشهودا في تاريخ اليمن، حيث تم الإفراج عن عدد من قرابة 220 مختطفا وأيضا أسيرا من أفرجت عنهم اللجنة الصليب الأحمر بعملية تبادل ما بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في صنعاء. كان رغم كل المظاهر الفرح، أيضا اختلطت دموع الفرح ودموع الفقد ودموع الفرح، و حضرت الأمهات أبنائهم والآباء، وحضن الآباء أمهاتهم وآبائهم،
كان مشهدا أخي، مشهدا عاطفيا، مشهدا تاريخيا. هؤلاء الأبطال الذين أول من قوضوا هذه الميليشيات ووقفوا في وجوهها، هؤلاء الأبطال الذين واجهوا الميليشيات بالكلمة، بالصورة، بالخبر، بمختلف الحقائق السوداء التي كشفوها من تاريخ هذه الميليشيات العنصرية والسلالية. وبالتالي الحضور كان كثيفا بالنسبة لأمهات المختطفين، آبائهم، أقاربهم، السلطة المحلية، قيادة الجيش، المسؤولين، حتى العشرات أيضا من الصحفيين كانوا حاضرين في هذا المشهد التاريخي. هؤلاء الأبطال الذين قبل جبينهم واحدا واحدا من العديد من الذين احتشدوا في مطار سيول لاستقبال هؤلاء الأبطال الذين أكدوا المضي في مسار تحرير اليمن من هذه الميليشيات، وكشفوا عن أعمال إجرامية وإرهابية مارستها هذه الميليشيات بحقهم وبحق من لا يزال يركضون تحت أغلال هذه الميليشيات. هناك دعوات بأن تتحول هذه القضية، قضية المختطفين، إلى قضية إنسانية وليست قضية سياسية، ويتم الإفراج عن بقية المختطفين. اليوم شاهدنا دموع الفرح في حدقات هشام طرموم، حسن عناب، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بغيث، وكنا أيضا نتمنى أن نرى دموع الفرح في بقية الزملاء الذين لا يزالون يقبعون في سجون الميليشيات الإرهابية والإجرامية. وبالتالي هناك أيضا المسؤولين الذين تحدثوا في الاحتفال الذي شهده مطار سيئون، تحدثوا بأن هناك إصرار من القيادة الشرعية وقوات التحالف وكافة القوى المؤسسات المجتمع المدني وبذل جهود كبيرة في عملية الإفراج عن بقية المختطفين والأسرى ممن يتعرضون لعمليات التعذيب من هذه الميليشيات. وهناك مطالبة للصليب الأحمر وأيضا مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل الجهات المعنية ألا تتحول هذه القضية إلى قضية سياسية، وهي قضية إنسانية بامتياز، وتقوم الميليشيات بابتزاز المجتمع الدولي وبصنع العديد من العراقيل أمام مسار عملية الإفراج. عبد الحفيظ الحطامي، موفد قناة سهيل إلى سيئون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا ودعا الصحفي المحرر من سجون ميليشيا الحوثي الزميل هشام طرموم، دعا كافة المنظمات الصحفية والحقوقية إلى الإسهام في الإفراج عن جميع الصحفيين والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد الصحفي المحرر هشام طرموم أن ميليشيا الحوثي تكن العداء للصحفيين ومارست بحقهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مؤكدا أنها تعامل الصحفيين المختطفين بشكل أكثر بشاعة من معاملتها لأسرى الحرب. هشام طرموم، أنا أعتبر فرحة اليوم هي منتظرة صحيح، لكنها اغتالها الحوثيين بعدم إخراج بقية الزملاء الأربعة. فأتمنى من كافة المنظمات الدولية والحقوقية، وأناشد كذلك أحرار العالم كافة والصحفيين بالذات، كافة المنظمات الصحفية والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالضغط أكثر فأكثر من أجل إخراج بقية الزملاء حتى تكتمل فرحتنا. أنت كنت تحارب الجبهات؟ لا، أنا كنت صحفي أمارس عملي الصحفي المهني بكافة الأعمال المهنية. احنا تم اختطافنا من أمانة العاصمة في صنعاء، ونحن بقينا خلف القضبان وفي الاختطاف لمدة 5 سنوات ونصف تماما. 5 سنوات ونصف وأنت مختطف؟ نعم، وأنا مختطف. طيب بما أنك مدني وصحفي اختطفت ولم تحارب في الجبهات، ليش اختطفوك؟ اختطفوني بسبب ممارستي للعمل الصحفي لا أكثر، لأن هذه الجماعة تكن العداء الكامل للصحفيين، وقد عرفنا جيدا 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 من خلال وجودنا حجم العداء الذي تكنه للصحفيين. طيب هل الحوثيون طيب آخر السؤال، هل الحوثيون عاملوك معاملة كأسير حرب أم الحوثيين الحوثيون عاملونا خاصة الصحفيين أكثر حقدا وعملون أكثر عداء، هم يحملوا عداء كبير جدا جدا على الصحفي وعلى القلم. سمعنا منهم عبارات أن القلم أخطر عليهم من السيف أكثر من مرة، لا زال من أول ما تم اختطافنا حتى هذه اللحظة ونحن نسمع منهم هذه الجملة، القلم أخطر من السيف، وهناك تحريضات كثيرة علينا كانت.
وصلت أول طائرة تابعة للصليب الأحمر قادمة من العاصمة صنعاء إلى مطار سيئون. خرجنا من السجن شم الغلول فما تخرج البشر. اختطفوني بسبب ممارستي للعمل الصحفي لا أكثر، لأن هذه الجماعة تكن العداء الكامل للصحفيين، ونحن نسمع منهم هذه الجملة: القلم أخطر من السيف. ونادى الحياة إذا دنسات بعصف الطغاة. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بأن الحكومة لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثية الانقلابية، لكنها ستواصل جهودها حتى الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم. جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي ورئيس وفد الحكومة الشرعية المفاوض عن المحتجزين هادي هيج. وأشاد رئيس الوزراء بجميع الجهود التي بذلت لإنجاز صفقة التبادل لهذه الدفعة من المختطفين والأسرى، وعلى رأسها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل من أسهم في تسهيل هذا العمل الإنساني الهام. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمقتضيات اتفاق ستوكهولم الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا وفق مبدأ الكل مقابل الكل، بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن والصحفيين المختطفين. نظمت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسرا منذ سنوات. وطالبت الأمهات الجهات المختصة بالكشف عن 41 مخفيا قسرا والإفراج عن معتقلي سجن بئر أحمد. وحملت الأمهات الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عليه من استمرار إخفاء القسري والاعتقال بتهم كيدية دون وجود مسوغ قانوني. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بأنه سيقدم إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بناء على ترتيبات متفق بشأنها مع الحكومة وميليشيا الحوثيين. ومن المتوقع أن يتطرق جريفيث في إحاطته إلى مستجدات الجهود الأخيرة عقب التصعيد العسكري خصوصا في الحديدة واللقاءات التي أجراها، بما فيها اللقاء مع الرئيس هادي وكذلك مع قيادات تابعة لميليشيا الانقلاب. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأن ميليشيا الحوثي تعيق إيصال المساعدات إلى اليمن. وناقش مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو قضية مواصلة إيران تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح، وأشار إلى إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية لأكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرة مسيرة إيرانية الصنع تجاه المملكة. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إن سلوك إيران المزعزع للاستقرار يهدد أمن السعودية ويعطل التجارة العالمية. وقال جددنا التزامنا المتبادل بالتصدي للنشاط الإيراني الخبيث وما يشكله من خطر على الأمن الإقليمي. احتفلت السفارة اليمنية في مصر بالعيد 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وهنأ السفير محمد مارم أعضاء البعثة الدبلوماسية وأبناء الجالية اليمنية في مصر بهذه المناسبة العظيمة، وقال إنها تأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها اليمن نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها. وثمن السفير مارم تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة جبهات القتال الذين يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل استعادة الدولة وإنهاء كابوس الانقلاب الذي تحاول من خلاله شرذمة من الناس إعادة عجلات التاريخ إلى الوراء. وأوضح مارم بأنه لا يمكن إغفال الدور المصري الداعم والمساند لبلادنا وشعبنا وثوراته المجيدة،
وثمن ما تقدمه مصر اليوم من رعاية كريمة لأبناء الجالية اليمنية ودعمها المستمر لشرعية الدستورية في بلادنا وموقفها الثابت والدائم من قضية استعادة الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة أراضيه. أقامت قوات الشرطة العسكرية يوم أمس الأربعاء عرضا عسكريا مهيبا بمناسبة الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة في مدينة التربة جنوب تعز. وفي كلمته خلال العرض العسكري قال قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، قال إن ثورة 14 من أكتوبر واحدة من أهم الثورات العربية التي غيرت بقيامها مجرى التاريخ وانتصرت للمواطن اليمني الذي ظل يعاني الظلم والقهر والإذلال من قوى الاستعمار البغيض. وأضاف في ثورتي سبتمبر وأكتوبر اختلط الدم اليمني ببعضه وكان الجنوب والشمال وجهة واحدة ونحو دك مواقع الإمامة والاستعمار. وحي الخولاني أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين بنضالهم مع إخوانهم الأحرار في كل أرجاء الجمهورية وجبهاتها يسعون إلى بناء دولة اليمن الاتحادي الذي تمخضت عن مؤتمر الحوار الوطني. احتفلت مديرية المصراخ في تعز صباح اليوم بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر بحضور مدير المديرية وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والحكومية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والمرأة. وجدد المحتفلون المضي على درب أحرار سبتمبر وأكتوبر حتى تحقيق كافة الأهداف. وأشار المحتفلون إلى أن ثورة أكتوبر هي امتداد لثورة سبتمبر وللنضال اليمني المشترك ضد الاستبداد والاستعمار. كانت هذه الثورات أيضا انطلاقا لمواجهة المشروع السلالي الكهنوتي الذي يريد اليوم أن يعيد وأن يتربع على وهيهات أن يكون له الاستقرار على ربوع اليمن أو في اليمن، لأن اليمن ذكرى 57 من ثورة 14 من أكتوبر، وما يواجهه هذا الوطن من ثقافة الكهنوت والاستبداد والاستعمار لا حري بأبناء اليمن في وطن عمره 3000 عام أن يطوي هذه الصفحة إلى الأبد. انطلقت ثورة 14 من أكتوبر المجيدة من جبال ردفان بقيادة الثائر راجح لبوزة، وانضم إليه عدد من الأبطال والقادة من جنوب الوطن وشماله مواصلين الكفاح المسلح حتى توج ذلك بالاستقلال والتحرر. في الحيز التالي نستعرض عددا من هؤلاء الأبطال. بعد نجاح ثورة 26 من سبتمبر في شمال الوطن في القضاء على الإمامة، أشعل فتيل ثورة 14 من أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني من جبال ردفان، وتصدرها مجموعة من الأبطال أبرزهم الشيخ راجح بن غالب لبوزة مفجر الثورة من جبال ردفان في عام 63 بعد أن عاد من شمال الوطن حيث كان يقاتل إلى جوار ثوار سبتمبر لملاحقة فلول الإمامة في حجة. وكان لبوزة مشعل فتيل الثورة وأول شهيد فيها حيث استشهد في أول يوم للكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني. قحطان محمد الشعبي من أبناء الصبيحة بمحافظة لاحج، بعد ثورة 26 من سبتمبر عين قحطان مستشارا للرئيس السلال لشؤون الجنوب المحتل، وبعد إعلان ثورة 14 من أكتوبر واستشهاد لبوزة أعلن قحطان الشعبي باسم الجبهة القومية الكفاح المسلح وأوصل بنفسه أول قافلة دعم إلى جبهة ردفان وشارك في عدد من معارك جبهتي ردفان والضالع. وفي 30 من نوفمبر 67 انتخبته الجبهة القومية رئيسا لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. فيصل عبد اللطيف الشعبي أحد أهم رجالات الثورة والتحرير، ويعود له الفضل في فتح جبهة عدن، بل هو أول من دخلها عام 65 بهدف إعادة ترتيب وضع الفدائيين، وله الدور الكبير في تحرير كريتر ودخولها وكذلك احتواء الخلاف بين فدائيي الجبهة القومية والتنظيم الشعبي للقوى الثورية. كما كان للبطل علي عنتر دور كبير في معارك التحرر من الاستعمار في الضالع حتى اندلاع ثورة أكتوبر، كما شارك بفعالية في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر ضد الإمامة والكهنوت، وكان له دور في فتح ثاني جبهة ضد الاستعمار البريطاني بعد ردفان في الضالع حتى وصل إلى البريقة في عدن، وقتل المناضل عنتر في أحداث يناير في 86. البطل علي شائع حادي من أبناء محافظة الضالع، حيث شارك بفعالية في ثورة أكتوبر رغم حداثة سنه، وكان له دور كبير في تأسيس جيش التحرير بالضالع
كما ترأس أول مجموعة أرسلت للتدريب في تعز، وقتل أيضا في أحداث يناير 86. كما كان لأبناء الشمال دور كبير في مساندة ثورة 14 من أكتوبر، وأبرزهم الشهيد مهيوب علي غالب الشرعبي والملقب بعبود، وهو من مواليد شرعب الرونة بمحافظة تعز. ومع انطلاق الثورة 14 من أكتوبر التحق بقيادة الجبهة القومية وأصبح ضمن قيادة العمل السياسي والفدائي في عدن، وعمل على تدريب عدد من الفدائيين في تعز بعيدا عن أعين الاستعمار البريطاني. وبعد عودته شهدت عدن عملا فدائيا واسعا، واستشهد في 11 من فبراير 67 برصاص قناصة الاحتلال في عملية شاركت فيها نخبتها من الكوماندوز والحوامات وغيرها. ومن تعز أيضا المناضل عبد الفتاح إسماعيل، حيث ساهم في تأسيس حركة القوميين العرب في جنوب اليمن بعد قيام ثورة 14 من أكتوبر، أصبح قائد الجناح العسكري لجبهة التحرير، انتخب أمينا عاما للجنة المركزية لجبهة التحرير وعضوا في هيئة رئاسة مجلس الشعب، كما انتخب أمينا عاما للجنة المركزية للحزب حتى أحداث يناير 86 والتي اختفت أخباره في حينها. نظم اليوم في مارب عرض كشفي طلابي بمناسبة الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر. وخلال العرض الذي نظمته مدرسة النجاح بمدينة مارب، قال مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان إن الفعالية تأتي في إطار احتفالات الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، وأضاف إن العرض يأتي تعبيرا وابتهاجا بالمناسبة وتجسيدا لتضحيات خلدها الشعب اليمني في سبيل مقارعة الاستبداد والاستعمار. من جهته أكد مدير إدارة التربية بمدينة مارب محمد مارش بأن العرض الكشفي الذي أقامته المدرسة يعد رمزيا للتعبير عن المناسبة ولتعزيز القيم الوطنية لدى الطلاب. قال عدد من قادة الجيش الوطني بمحافظة شبوة إن ثورة 14 من أكتوبر ثورة ملهمة للجيش الوطني، وتزرع في النفس العزة والشموخ بتضحيات الأجداد في سبيل التحرر والخلاص من الاستعمار، مؤكدين السير على درب الشهداء حتى تحرير الوطن من رجس ميليشيا الانقلاب التي عاثت في الأرض الفساد. هم يجسدون صمام الأمام والصخرة الصماء الذي ستحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الثورة أكتوبر وسبتمبر. نعدكم ونقطع العهد على أنفسنا أننا ماضون على نهجكم أيها الأجداد، ماضون على النهج الذي سلكتموه بأن نطرد هذا المستعمر الحوثي الذي يريد أن يعبد الناس لسيده. نحن نتجشم ذلك الجيل الذي قام على الدولة الذي لم تغب عليها الشمس، فكيف بأقزام اليوم الذين يريدون أن يتسلطوا على الشعب اليمني؟ فهذا محال محال. وماذا وهم أحفاد أبناء 26 سبتمبر و14 أكتوبر. نشكر كذلك التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي دعموا بكل ما يستطيعون ولا زالوا مستمرين في الدعم المتواصل لإعادة الشرعية وإعادة الدولة في اليمن. قال العميد الدكتور أحمد دهمس، قال إن وواحد من القيادات العسكرية من جنوب الوطن، قال إن ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر تشارك في نضالهما كل أبناء اليمن من شماله إلى جنوبه، مؤكدا على أهمية استمرار النضال حتى استكمال الأهداف. بعيد 14 أكتوبر، لما تلاحظ أن ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر هي ثورة شراكة. البعض الآن يفهم أن 26 سبتمبر نفسها وثورة 14 أكتوبر، بالعكس. أنا من خلال جلوسي من خلال خدمتي الطويلة في القوات المسلحة وجدت أنه كثير من أبناء الجنوب شاركوا في ثورة 26 سبتمبر وقتلوا، في منهم من قتل في همدان، منهم من قتل في قصر السلاح، منهم من قتل من أبناء المحام، منهم الشهيد البوزة، كثير من الشهداء الجنوب. أيضا
في ثورة 14 أكتوبر كثير من المناضلين اللي أتوا من تعز وأقوا من همدان أقوا من شمال الشمال للمشاركة في ثورة 14 أكتوبر التي دحرت الاستعمار البريطاني من عدن. احتفلت جامعة إقليم سبا بتخريج الدفعة الأولى من طلاب قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 14 من أكتوبر. قال عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور عبد الناصر سودان، قال إن الطلاب الخريجين يعتبرون باكورة ثمار هذه الكلية باعتبارها حديثة النشأة، وأشار إلى تزامن تخرج هذه الدفعة مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد 57 لثورة 14 من أكتوبر والتي جسدت إرادة الشعب اليمني في التحرر من الاستعمار في جنوب الوطن. وحث عميد الكلية الطلاب على الاستمرار في تطوير ذاتهم ومهاراتهم بما يمكنهم من الريادة والتميز في سوق العمل. في ماليزيا أقامت الجالية اليمنية فعالية احتفائية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. ألف لبيك يا وحدة الثورة باطنك شاذي وظهورك. احتفالية وطنية أقامتها الجالية اليمنية في ماليزيا بمناسبة ذكرى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر تحت عنوان ستة عقود من الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر عودة الإمامة وأطماع الاحتلال. السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل باحميد عبر عن امتنانه وشكره لهيئة الجالية اليمنية بإقامة هذه الاحتفائية ودعا إلى نبذ الفرقة والنزاعات البينية وتفريخ الكيانات وأن يعمل الجميع لأجل اليمن وسعادة الدولة، فيما دعا رئيس الجالية اليمنية في ماليزيا الدكتور عبد الله الحجاجي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مساندة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة باليمن. اليوم المعركة معركة بقاء ومعركة مصير بالنسبة لنا كيمنيين، وطننا يدمر ووطننا يدمر في كل قطاعاته، ليس فقط في مجال البنية التحتية أو الأرض وإنما أيضا في مجال العقليات والأرواح. يراد لنا أن نيأس، يراد لنا أن نتخلى عن هوية، يراد لنا أن نعود إلى أصول من التبعية سواء كانت لكهنوت داخلي أو إلى طرف خارجي لا يمت إلى اليمنيين بالصلة. لذا اليوم استقي من سبتمبر وأكتوبر هذه الروح الثائرة التي لا ينبغي أن تهدأ على الإطلاق. وطرحت في الاحتفائية أربعة محاور، تحدث في المحور الأول البروفيسور عبدالله الشماحي حيث أكد أن اليمن مرت بمرحلة تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير العقل من الرجعية السلالية، مضيفا أن الهوية والمواطنة جمعت بين ثوار اليمن فكانت ثورتهم واحدة ضد الرجعية والاحتلال. فيما أكد البروفيسور عبدالله الذيفاني أن البندقية لم تكن هي خيار الثوار في الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، بل كان العلم هو خيارهم الثوري الأول، موضحا أن الأندية التي أسسها الثوار في اليمن عملت على نشر الوعي والمعرفة والأدب وتم التأصيل للهوية اليمنية العربية. وشدد الأستاذ علي الأحمد الناطق الرسمي للمقاومة بعدن على ضرورة التعرف على عمق الثورة والمراحل التي سبقتها لإدراك كيف قامت الثورة وعلى أي أساس انبعثت وما هي أسبابها وما هي الأفكار التي سبقتها. كما أكد الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات على ضرورة قيام الجاليات اليمنية والمهاجرين والمغتربين بدورهم في التعريف بالقضية اليمنية ومساندة الدولة والشرعية في استعادة الدولة والتأسي بدور الجاليات اليمنية في الماضي وما قدمته من دعم للمقاومة والثورة اليمنية. عند بدء النضال الوطني كان للجاليات اليمنية هناك في أفريقيا في القرن الأفريقي وفي تنزانيا وفي غيرها وفي كينيا كان لها دور كبير، ذكره الدكتور الذيفاني لا داعي لأن أذكره، وكان لهم دور بارز في دعم وإسناد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر على حد سواء. مثال من هناك الثائر الكبير والقائد اليمني العظيم عبد الغني مطهر العريقي
قدم كل ما يملك من أموال جاء بها من الحبشة للثورة اليمنية، ومثله كثر دعموا وساندوا بدون حسابات، بمعنى أن الجاليات اليمنية لم تكن بعيدة عن الفعل الثوري وعن الواقع الثوري في عموم اليمن الكبير. المشكلة اليوم في ظل هذا الصراع الدائر في اليمن أن من هاجروا ربما نسوا أصولهم وبحثوا عن حلول فردية لأشخاصهم، بحثوا لهم عن حلول ويتناسون اليمن. المتحدثون أكدوا أيضا على ضرورة مساندة الجاليات والمهاجرين والمقيمين خارج الوطن للشعب اليمني والجيش الوطني والسلطات المحلية والشرعية في إرساء قواعد الدولة وبناء مؤسساتها واستعادتها من سلطات الكهنوت والجماعات والانقلابات. تحت شعار إسناد الجيش الوطني مسؤولية الجميع، أقامت حرائر محافظتي عمران وصعدة حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر والسابعة 57 لثورة 14 من أكتوبر. وقالت مسؤولة لجنة التنظيم لهذه الاحتفالات خديجة صالح، قالت إن هذا الاحتفاء يأتي وفاء وعرفانا لصانعي شهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر من الآباء والأجداد والذين ضحوا بدمائهم في سبيل التخلص من الاستبداد والاستعمار. وأكدت أن أبطال الجيش الوطني اليوم في مختلف ميادين النضال سائرين على درب أحرار سبتمبر وأكتوبر. تخلل الحفل كلمات ووصلات إنشادية وقصائد شعرية. أكدت عدد من أحرائر عمران دعمهن الكامل لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال تحقيق كافة أهداف الثورات اليمنية. باسمي وباسم نساء الجمهوريين وأخواتهم وأمهاتهم وبناتهم، باسمي وباسم نساء المجاهدين وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، باسمي وباسم نساء المعتقلين وأخواتهم وبناتهم ونسائهم، باسمي وباسم نساء المجاهدين الأشاوش وبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم، نهني الشعب اليمني بهذه الثورتين المجيدتين 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. هؤلاء الثورتين المجيدتين هن الذي أعطيننا الحرية والكرامة، ونتذكر في هذا الثورتين إنه لا ظلم لا استبداد لا احتلال. نقيم احتفالا بمناسبة ذكرى 57 من 14 أكتوبر وثورة 58 من 26 سبتمبر، صنعها شهداؤنا أمجاد من أجدادنا الذين ضحوا بدمائهم وأشاروا إلى عدم الاستسلام والمقاومة. ونحن بهذه الذكرى نؤكد للأسود الذين مضوا على هذا المجال بأن أبنائهم لن يخضعوا ولن يذلوا، وأنهم يمرغون ألوف الطغاة الجدد والغزاة. نهني الشعب اليمني بمناسبة الثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. تبقى مأرب السند والمدد وفضلها على الجمهورية لن ينسى ولن يمحى. الجيش الوطني صمام أمان للوحدة والجمهورية والحرية والكرامة. ارتكبت ميليشيا الحوثية الانقلابية 132 خرقا للهدنة الأممية خلال 12 ساعة الماضية، وذلك في مناطق متفرقة جنوب الحديدة. وقالت مصادر عسكرية بأن الخروقات الحوثية تركزت في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة وفي مديرية التحيتة وحيس والدريهمي وفي منطقة الجبلية. تضمنت الخروقات عمليات قصف على المناطق السكنية ومزارع المواطنين بقذائف المدفعية وبمختلف أنواع الأسلحة. يشار إلى أن خروقات ميليشيا الحوثية لاتفاق السويد بلغت أكثر من 21 ألف خرق تراوحت بين قتل واستهداف وزراعة ألغام. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج إن الاقتصاد اليمني تراجع بنسبة 6% بسبب انخفاض تحويلات المغتربين وتدهور عائدات الضرائب والجمارك والمساعدات الخارجية وبرامج الحماية الاجتماعية وتدهور العملة اليمنية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الانقلاب.
وأوضح بأن التراجع الاقتصادي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان، حيث هناك 24 مليون مواطن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأكثر من 60% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ونوه وزير التخطيط بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الدولية السويدية في دعم اليمن في هذه الظروف الصعبة، ودعا كافة المانحين إلى توسيع تدخلاتهم في الجانب الإنساني والتنموي. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إن الاحتياجات المالية للمدارس في اليمن تبلغ 87 مليون دولار حتى نهاية العام. وأفاد المدير الإقليمي للمنظمة تيد شيبان بأن اليونسيف ومنظمات دولية أخرى كاليونسكو والشراكة العالمية للتعليم أطلقت نداء إلى المانحين للمساعدة في دفع المكافآت للمعلمين في اليمن وتمويل نفقات أخرى في القطاع التعليمي في البلد الغارق في الحرب. وجدد شيبان التذكير بأن اليمن يمثل أخطر أزمة إنسانية في هذا العالم أجمع نتيجة لمجموعة عوامل من بينها الحرب وضعف البنى التحتية وكوفيد 19. وقال شيبان إن 4 من كل 5 أطفال في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وبدون هذه المساعدة فإنهم يواجهون مخاطر سوء التغذية والمرض والموت. وأوضح بأن حوالي 2000 مدرسة في اليمن غير صالحة للتدريس بسبب النزاع، إما لأنها تضررت وإما لأنها لا تستخدم لإيواء الأسر النازحة. وأشار إلى أنه ونتيجة لذلك بلغ عدد التلاميذ الذين لا يرتادون المدارس في اليمن نحو 2 مليون تلميذ. وضع وزير النفط المهندس أوسي العود ومحافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومدير عام مكتب النفط بالمحافظة سعيد المرنوم وضعوا حجر أساس للمعهد النفطي بالمحافظة. وخلال وضع حجر الأساس أكد الوزير العود على أهمية مشروع المعهد، وقال بأنه سيمثل نقلة نوعية للدراسات النفطية بالمحافظة. في هذا اليوم تم وضع حجر الأساس المعهد التدريب النفطي من قبل معالي الوزير النفط والمعادن الأخ أوس عبد الله العود وأخ المحافظ محافظ شبوة محمد صالح بن عديو. هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الذي تضعها وزارة النفط والمعادن، وهذا سيخدم المحافظة من خلال تدريب الكادر النفطي وكذلك تدريب وتأهيل الشباب من أبناء المحافظة سواء من خريجين الجامعات أو من خريجين ثانوي العمل لتأهيلهم للتخصصات المطلوبة في الشركات النفطية. يروي العاقل سمير عبد محمد لقناة سهيل، وهو واحد من وجهاء منطقة صالة شرق تعز، يروي من على أطلال منزله المأساة التي خلفتها ميليشيا الحوثي في منطقة صالة وتفجيرها لعشرات المنازل بما فيهم منزله. هذا منزلي ومنزل والدي، كان من دورين تمام، الدور الأول كان للوالد والدور الثاني لي. متحوثين حاق المنطقة مع أكرم الجنيد مع إبراهيم الجنيد ولبيب الجنيد، طقم كامل متكامل من حق صعدة، كانوا يتابعوا معلومات عني يريدوا القبض عليها. طبعا أنا كنت متواجد بالمنطقة، فتم مداهمة المنزل والدي الآخر. فأثناء المداهمة تم تطويق المنزل بأكثر من 7 قومات ومحاصرة المنطقة بالكامل، دخلوا اقتحموا جميع المنازل تفتيش منزل بغرض يريدوا العاقل سمير. أخذوا والدي وعمتي والبنات الصغار فاقتحموا البيت اللي كنت متواجد فيه به، قائلا لهم أنه أي طلقة تخرج من المنزل سيتم تصفيتكم جميعا. أخذوا من الذهب والجنبية وأشياء خاصة في بي وأسرتي كامل، الثمينة كامل تم نهبها من قبل المتحوثين والحوثة. وبعد ذلك تم اقتحام بعض المنازل التي فيها إخواني، سواء منزلنا الآخر اللي في منطقة المنسامة أو المنزل الآخر اللي جالس فيه إخواني، وأخذهم وأخذ عدد من الأصدقاء المقربين لي وتهديدهم بالتصفية إذا لم يدوا معلومات عن أفراد العاقل سمير ومجاميعون التي سيتم فيها اقتحام منطقة صالة. تم اقتحام المنزل الساعة 7 إلى الساعة 1:30 ولم يجدوني، فقرروا أن بتوجيهات من بعض قيادة الحوثة بتفجير منزلي. سمعت الانفجار، كان انفجار يعني مروع الأمانة، فشفت اللهب والدخان بكثافة. طبعا تأثرت أذني اليمنى، وأثناء التفجير قفزت من أحد السقوف التابعة لنا
إلى البستان، خلعت يدي وتكسرت أقدامي، فتحركت إلى أماكن حتى خرجت إلى الحوبان إلى الزيلعي، ومن الزيلعي دخلت واحد المستشفيات باسم مستعار، وتم مجارحتي. ما دريت انه منزلي اللي تفجر الا تقريبا بعد اسبوعين تقريبا، ما دريت انه المنزل، انا كنت متوقع انه المنزل اللي انا كنت فيه به اللي تفجر، ولذلك قفزت من 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 السطح. منطقه صاله هذه مظلومه يعني الامانه، ظلمت فوق طاقتها. الان كما تسمع حاليا، كما تسمع هذا الشيء البسيط، يعني احنا نتعرض لهذا القصف يوميا، حتى الابقار لم تسلم من همجية الحوثة المتمركزين في تبة السلال، النساء الأطفال الشيوخ، والله ما من إنسان، يعني أنت تتوقع المنطقة اللي أسفل المنزل حقنا ما يقارب 60 جريح إلى 30 شهيد من المواطنين، أكثر القصف يستهدف المواطنين. والشيء هذا شيء بسيط إحنا نقدمه من أجل الدين أولا، ومن أجل الوطن، ومن أجل تعز الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بماله وأولاده ونفسه، فإحنا الحمد لله ابتلانا الله بالبيت، وابتلاني بفقدت احد كليتي، والان انا في الجبهات والحمد لله، وابني في الجبهات، ونحن سنقاتلهم ان شاء الله حتى يحكم الله بيننا وبينهم، ولست نادم على اي شيء. فهذا شيء امره الله وتقبلنا وتقبله الله، ونسال الله ان نصدق النيه مع الله سبحانه وتعالى والاخلاص. فاما الندم فهذا الندم شيء مستحيل ولا نفكر فيه أبدا، نحن عازمين بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقاتلهم حتى آخر ولد. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. 221 مختطفا وأسيرا يتنفسون الحرية وسط استقبال رسمي وشعبي في سيئون. تواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. ميليشيا الحوثي ترتكب 132 خرقا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الساعات الماضية. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.